ها مريمي دوش من السجن؟ ايه وتمنيت اني ما اطلع، كنت مستونسة مواسعة سر العالم. انا مريمي الرقاصة، من اليوم ورايح ما حد يخرقني، لا انت ولا اللي يابك. بل ولين العباية اللي كنت تخشخش فيها خلاص حركتها، بسوي اللي يعجبني وبمزاجي، ما حد لحق علي. إن ما خليت الريايل كلهم يوقفون على صبع عن باب بيتي ما أكون مريمي. عثمانو مستانس لي ماخذ لي بوبخيت هذه اللي كلها تناقز ربابة، أنا رويك فيها. خلصت البنية، خلصت البنية. يلا 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 خلصت البنية. يلا يا الثور زين. شلون دخلتي؟ عندي المفتاح. عندك المفتاح وما فتحتي لي طول هالمده؟ ليش مخليتني هني؟ ليكون انت متعاونه معاه؟ لا بالعكس، انا جايه اقول لك اذا تبين تطلعين طلعي، روحي اي مكان تبينه، بس لا تقعدين في البيت، لا تخلين مصطفى يسوي اللي في باله. ترى هو يبي يحبسك ليه ما تجينين، يبي يوديك مستشفى الميانين. أنا بروح أعيش في بيت بوداد، برجع الزمن 25 سنة قبل لما كان يحبني، قبل لا يتزوج أم وداد. سميرة وداد عمره ما كان يبيك ولا حبك. تشتراج شعرفك أنتي واحدة مخرفة ما تعرفين شيء، أنتي ما تعرفين غير ولدك مصطفى. ويكون بعلمك دي تفكرين ولدك مصطفى هو اللي حابسني؟ لا حبيبتي، أنا بمزاجي، أنا بكيفي حابسة نفسي، أبيها خلوة مع النفس. خلاص عيل، هاي الباب مبطل وطلعي. طلعي إذا مو خايفة من مصطفى طلعي. هو أصلاً شنو قال لك؟ شفتي شلون؟ أنت خايفة منه. حليلتي، أنا خاف منه؟ ومن منو؟ والدك مصطفى؟ أنا ما خاف من أحد. أصلاً أنا عندي خطة. ايش بنسوي؟ انا اطلع من هني وانت تقفلين الباب وراي. سميره راعي محل الالعاب يوسال عنك، قال خلي ترد الشغل هاليومين ولا ترى بفنشها. حرام تخسرين شغلك. قولي لي ايش تبين اسوي لك عشان تطلعين من الجراج؟ ابي تجهزي لي ملابس حلوه واكشخ والزقرت واروح اعيش في بيت بوداد لين اتزوج. لا انت نيتي رسمي، شلون تعيشين عنده وانتو للحين ما تزوجتوا؟ ايش فيك يا خبله؟ يعني ايش بسوي عنده؟ نهايه المطاف بنتزوج. الشيطان الرجيم. ايه هذا اللي تعرفينه بس. مخرفه تفكرين ان فيني يني ولا مسوين لي عمل؟ لا حبيبتي، انا صاحيه وايد صاحيه وبكامل قواي العقليه، والحين قررت اطلع من هني. خلاص حبيبتي طلعي، روحي اي مكان تبين، طلعي قبل لا يجي مصطفى. اي بروح الحين، بروح بيت بوداد، ويوم عرسنا بيب مريمي بذل هذال، بخليها ترقص وتغني طول الليل، وانتي بعد ابيك تغنين وترقصين وتصفقين ان شاء الله من قلب. ان شاء الله مو تمثيل. قفل الباب وراي. ها
بالستينات كانوا يتزوجون من الهند، وفي الثمانينات صاروا يتزوجون من مصر، وعلى ما أظن الحين في التسعينات يتزوجون من الفلبين. أنا قلت لك من الأول خلي نروح نتزوج، لكن أنت أنا أكلمك وينك أنت عني أحكيك؟ نعم أقول لك الناس تزوجت خلنا نروح نتزوج، وقلت لك من قبل وانت ما أنا وياي محمد مبارك قاعد أفكر أسجل كل حلالي باسم ولدي عثمان. ليش؟ عثمان يحب الناس كلها، ما أعتقد إن في أحد ما يحب ولدي عثمان، علشان كذي إذا سجلت الحلال باسمه الفلوس ما راح تغير نفسيته. ما أظن ولدي عثمان يتغير بالمرة، ما أفتكر. أنا جاي أخذك معي. الله يا بنتي بيتكم كبير وبارد. حور طول عمرها كانت تبيك تدش بيتنا، كان بخاطرها انك تدخل غرفة امي وتشوف اغراضها. انا من رايي اخذي يدتك واخذي ام مصطفى واخذي سينة وابو سينة وكل البنات اللي مانعهم كانوا يزورونها الله يرحمها، وديهم غرفتها يشوفون اغراضها ويترحمون عليها. واللي سلمك تعال معي. يلا يا يبا روحي 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 روحي، لا تصيرين واقفة جني أشوف حور. تكفى يبا عشان خاطري على الأقل قبل ما سافر. أنا من رأيي أنك تروح وياها، أنت عمرك ما زرت حجرة بنتك الله يرحمها. روح وياها طال أغراضها بشوف صورها. دخلتش بيتي وخدتيه، دخلتي مع البحر
عشان يلين قلبه. حلوة وصغيرة قدرتي تاخذين قلبه، وأنا كلها عبالي إن عثمان ما يقدر يحب ويتزوج واحدة غيري. عثمان كان يوقف عند باب بيتي طول اليوم، يدش البحر يختار السمكة اللي أنا أحب أكلها، حتى الجدة شفت الدم بيده وهو يركض، ما عرفت شو أسوي. ما كنت أعرف شلون أفكر غير في عثمان. أخذت الجثة عندي في البيت بس عشان عثمان ما ينسجن. أخرتها أخذتيه مني؟ حلو، مسوية الشعار، حاطة كحل، لابسة جديد بعد. أدري بتنسين عثمان يوقف عند باب بيتي. صار لي ساعتين أفكر شنو بقول لو عثمان طلع. أسبوعين وأنا أنتظر، أنتظر عثمان لما يطلع، وأنا أحاول أصفف الكلام، أحاول أفكر، بس سبحان الله الحين بس عرفت شنو بقول له. عثمان أول ما يطلع بيوقف عند باب بيتي وبيسأل عني. ترى أنا زوجته. تزوجتي في السجن صح؟ خبيثة. تبينه يطلع ويختار؟ أنا أقول ليش ما تروحين بيتك تلبسين لبس مرتب، تحطين لك مكياج، تعدلين شعرك، الحمد لله والشكر جنك مينونة. وبعدين تتعالي وين عبايتك؟ ايش صار فيك كذي مرة واحدة قاعد تمشين في الشوارع بدون عباية؟ شكلك يكسر الخاطر. تدرين عاد الحين لو واحد يطوف بالشارع يعطيك فلوس على باله واحدة طرارة؟ تبين عثمان يختار من بيننا ولا اقول لك؟ يلا توكلي توكلي. ايه لين صار شارع ابوك عقب حكمي. وهذه قاعده شغلة واحدة بس. البنت اللي اخترتها وارتبط فيها داخل السجن هي أشرف واحدة في الديرة. حاولت أتقرب منها ما قدرت، حاولت أخليها تحبني هم ما قدرت. المهم مريمي توها طالعة من السجن وما في راسها إلا أنت. ابتعد عنها وخلك مع رباب، رباب هي اللي تحبك وبس. ما عليه محمود، أنا وياك استوعبنا الدرس متأخر شوي، استوعبنا ان كل شيء مو لنا، ما نبي غصبا على الكل، ان احنا ما نفرض نفسنا على ناس ما يحبوننا ولا يبوننا. انت استوعبت هالشيء من رباب وانا استوعبته من مريمي. انت تقدر تحكم كل شيء بالدنيا الا القلوب. القلوب ما تختار، تروح حق اللي تحبه على طول. فهمتني؟ مصطفى ناطرك برا. مشكورين يا جماعه، مشكورين. الله يسلمك.
شل كشخة شل لبس. بس لا لا ما راح اوديك الرباب. ليش؟ عشان ريحتك. شنو ريحتي؟ مو شل؟ اوكي مش مو شي ريحتي. بس عطر وش؟ اي ان شاء الله. ما شاء الله خوش عطر. عاد تدري ايش كذا مشتاق حق رباب وحق سوالفنا ومشتاق حق البحر مشتاق حق كل شيء. مصطفى انا ايامي بالسجن ايام سودة، اليوم يمر علي بسنه. لا تعلمني بالسجن؟ اي صدق ترى مريمي امس طلعت شفتها واقفه بدون عبايه عند بيت ابو خديجه. ما طلع لها ولا عطاها وي. تعال مو قاعد تروح لها تسقط نفسك. لا 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 ما راح اروح لها، انا بروح حق رباب. رباب تنطرني. انت وين موديني؟ بنروح بيت وداد. كلش غرفه حور شوي. لان قبل لا توفى الله يرحمها اعطت رساله حق سيناء. فالظاهر في اكثر من رساله بندش ونشوف. ليش بتعور قلوبنا؟ انا ما اتحمل ادش غرفه حور. عودني حق رباب، رباب تنطرني. ايش فيك؟ فيك؟ صار شيء؟ يخرب بيتك انت، شنو ما تحس؟ ما تفهم؟ الواحد ما يقدر يسحب منك حكي؟ يخرب بيتك، ادري انك ما راح تتحكى على اللي شفته مع حور. توك طالع من السجن؟ خليك ريال، خليك مجرم، خبيث، انت ايش فيك؟ والله عيب عليك على هالسالفه هذه، والله صدق عيب عليك. انا الحين طالع من السجن قلت يمكن تاخذني بالاحضان تسمعني كم كلمه طيبه كذي تعاملني. يا الله صدق كان زين مريمي ما تهدك بحالك، تفرك فر، تحرقصك تحرقص، انت رباب. بطبيع ما يوزع عن طبعه، هذا طبعك ما يتغير، انت للحين كذي تعامل الناس؟ لا 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 انزل انزل. انزل يلا. انزل وين؟ يلا انزل يلا. من صدقك انت؟ انزل يلا دف يلا. انزل بالشارع وين اروح؟ روح وين ما تروح يلا. هاك يلا انزل. هاك هذا عطرك ولا منتك. بيع ما يوزع عن طبعه، هذا طبعك. يلا. عبالك مستغرب منك؟ مو مستغرب منك كلش. سجن ابرك من مجابل وجهك. هذه دار أمي، كانت تحب تقعد هني بالدار بروحها، وما كانت تحب تنام إلا هني هالجهة. كانت ما تنام إلا بحضني، وساعات تسحبها نومة واحدة، حتى يوم كبرت إذا زعلت ولا أحد زعلها ما تبكي إلا وهي على صدري. ليث وين راح؟ قاعد بالسيارة برا. خذي حبيبتي. خذي الدواء يا اختي. ألف هنا وشفا.
يا بابا ما أبيش تفكرين وتحاتين، مثل ما قال الدكتور هذا مؤقت وإن شاء الله بترجعين تشوفين. أنا صرت عمية من جديد. لا يبا ما صرت عمية، مثل ما قلت لك هذا مؤقت، ولو صرت عمية بعطيش عيني الثانية، بس أنت لا تحاتين. كله يومين وبالطيبي، لا تخافي. يبا غيث خلاص الحين ما يبيني، ما يبي واحدة عمية. يبا أرجوك اطلع على برا وقول له أنا ما بيتزوجها، ليه أربط روحها فيني. أنا اللي أرجوك ما بيش تفكرين لا في غيث ولا في غيره، أبيش تفكرين في نفسك بس، لا تزعلين يا بابا. نحن تعلمنا منك الصبر، لازم تكوني أقوى من هيك. يبا أنا مو زعلانة، أنا كنت أتمنى أني أشوفك وشفتك وانت بتسم وهيك فيني. أبوي بيرجع بعد شوي وشاف فوق غرفة أمي. وانتي اللي أخذتيه من إيده ودخلتيه البيت؟ هي أكيد بيشوف أغراض بنته. أنا بعيش هني، بتزوج أبوك وبعيش هني. يا حليلك والله، من قالت أبوي بياخذك؟ ما سمعت قلتي شيء؟ شفايفك تتحرك بس ما أسمع. أنا ناطرة أبوك. يعني أنا ما أدري، البنت فجأة طاحت أصلاً، قامت تصيح أنا ما أشوف ما أشوف، وصطيف هالتعبان هذا حتى ما خلاني أطمن عليها وأخذها وخرني عنها بالغصب. هي صدق ما قامت تشوف الحين عمي؟ لا لا إن شاء الله بتشوف. إي بس الحين منهارة، أنا وديت الدكتور وقال رجعني بعد يومين. لا تحاتي لا تحاتي، إن شاء الله ما فيها إلا العافية. شوف عمي بصراحة أنا جايك بموضوع وفشلة أقول لك إياه عند الباب، بس ما يتعجل. أنا بخاطري أهتم بسيناء زيادة، أدير بالي عليها، بتزوجها وبعطيها عيني واللي تامر فيها أنا حاضر. تتزوجها؟ يعني بهالسرعة قررت؟ ما جت بالساهل صدقني. أنا كنت طول عمري أنحاش من الأشياء اللي تواجهني. المرة بس قررت أوقف. على الأقل ساعدني وعطني فرصة بس أكلمها. خير إن شاء الله، خلها تقوم بالسلام وإن شاء الله خير. تعمل بشيء؟ تسلم. سلام. حياك الله. يبقى طلعتي ها؟ هذه شايباني؟ تبي تعيش ببيتنا؟ تقول ان ابوي بيتزوجها. يبقى هذه مينونه رسمي الحين. شاف فوق بغرفه امي. شو السالفه؟ اشوف العموم هني، صاير؟ عادي انت بعد هني عندنا. انا جاي ادش غرفه حوره شوي. بيبان بيتنا كلها مفتوحه لكم. وين غرفتها؟ حياك معي.
مع السلامة. الله يسلمك. أعرف المفروض أكون أول واحدة موجودة، بس أدري إنك ما ترضى. ما ترضى أكون موجودة بين الرياييل لأنك تغار علي. عشان كذي قلت أنتظرك هني، لأني غير. عموماً أهلاً فيك في بيتك، مبروك عليك زوجتك. يلا تعال. عثمان، أنا جيت أقول لك الحمد لله على السلامة. لا، المفروض أنت تقول لي الحمد لله على السلامة. أنا عارف إنك صار لك سنين وأنت توقف عن باب بيتي، بس ما كنت أفهم. يقولون الواحد إذا فقد الشيء بعدين يحس، وأنا حسيت، بس شو الفايدة؟ طارت تطير برزاكها، خلاص صار اللي صار. عثمان قلبك كبير وانت طيب، دائما كنت تقول انك مظلوم وما تحب تكون ظالم، بس اليوم انت وايد ظلمتني. عادي، الاهم انك متى ما احتجتني بتلاقيني يمك، دائما بتلاقيني يمك. يلا قوم 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 بسرعة، حرك، تعال مني مني، اسمعني زين اسمعني، ما حد يدري من طلعك من العنبر، وانت لو كل الناس تتهمك ما حد بينتبه لك لأنك مينون وخالص، بس في شيء واحد لازم تسويه، لازم تنتقم لنا من سميرة. سميرة هي السبب في كل المشاكل، وهي لازم يا تموت يا تدخل جناح المجانين. سامع؟ يلا روح روح حرك يلا. بسرعة بسرعة بسرعة
Thank you.